الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أحببت أن أتوقف معكم بسرعة مع آية عظيمة، والمفروض علينا أن نتوقف مع كل آيات القرآن. عندما أمر الله بتدبر آيات كتابه لم يقل لنا تدبروا هذه الآية ولا تتدبروا هذه الآية، بل قال أفلا يتدبرون القرآن. المطلوب من كل واحد منا أن يتدبر القرآن كاملا، ليس لك عذر أمام الله يوم القيامة. يعني متاعك وتجارتك وأولادك ومشاغلك ليست أهم من الله. الله يجب أن يكون رقم واحد على قائمة اهتماماتك، وبالتالي القرآن يجب أن يكون رقم واحد بالنسبة لك أيها الإنسان، لأنه كلام الله. أحبتي في الله، باختصار اليوم هناك آية وأنا يعني أرى هذه الأمواج، أتذكر قوله تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من منا إذا نظر إلى البحر يقول الحمد لله؟ قليل جدا. يجب أيها الأحبة عندما نرى من حولنا أي نعمة، مثلا نعمة البحار، تصوروا كميات الأسماك الهائلة التي تكفي 7 مليارات إنسان، من أين تأتي؟ من هذه البحار. نقل البضائع كيف يتم؟ أيضا معظم نقل البضائع عبر البحار. طيب الثروات المعدنية والثروات النفط والغاز معظمها في أعماق البحار أيضا. يعني هذا البحر كنز أيها الأحبة، واليوم الدول تتقاتل على مناطق في البحار غنية بالنفط والغاز الطبيعي. تصوروا أيها الأحبة أن هذا البحر مسخر لخدمتنا ويقدم لنا عملا مجانيا. ما معنى سخر؟ في اللغة العربية كلمة سخر أي كلفه عملا بلا أجر، أي أن هذا البحر يعمل من دون أن نعطيه أي شيء. حتى أمواج البحر أيها الأحبة اليوم يعمل العلماء على توليد الطاقة باستغلال طاقة أمواج البحر. دورة الماء التي نراها أيضا لولا البحر لم ينزل هذا الماء، لأن كميات الغيوم الهائلة جدا والثقيلة جدا معظمها تبخر من ماء البحر. طيب والله هذه النعم ألا نقول الحمد لله؟ لذلك أحبتي في الله أرجو أن نتدبر هذه الآية، أن نحفظها، أن نشكر الله كلما رأينا نعمة من حولنا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.